أكثر من 2 مليون حاج مسلم إلى بيت الله الحرام من مختلف أنحاء العالم توجهوا مع شروق شمس الاثنين إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأكبر بعدما أنهوا مبيتهم في ميناء. الحجاج جمعوا بين صلاتي الظهر والعصر في عرفات وأمضوا معظم الوقت في التكبير والدعاء. ومع غروب الشمس بدأت جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث أقاموا فيها صلاتي المغرب والعشاء على أن يقفوا بها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة لوجوب المبيت بمزدلفة، كما سيقدم الحجاج على جمع الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها مساء الأحد رياحا قوية هبت على المسجد الحرام وأزاحت جزءا من ستار الكعبة في مشهد نادر تزامنا مع بدء فك مذهبات الكسوة استعدادا لتبديل الثوب القديم فجرا. كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة أن مناطق مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى تعرضت لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. وحذرت إمارة مكة الحجيج من الجلوس على المرتفعات لمنع إصابتهم جراء السيول المنهمرة بعدما تضررت أسقف الخيام التي يقيم فيها الحجاج مع رفع حالة التأهب القصوى للتصدي لأمطار. قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع هطولها بشكل كبير مصحوبة برياح قوية وزخات برد.